الترشيحية الأولى لهولندا عن طريق فيرجيل فان دايك، لكن إيميليانو يقتص الدرجة في أولى ركلات الترشيح لمنتخب الأرجنتين. هنا ليو 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 بيرخوس والتصيد إيميليانو من جديد. الترشيحية الثانية للأرجنتين على تنفيذ ثاني ركلات الترشيح لمنتخب الأرجنتين. فاريدس على تنفيذ أمام الحارس روبرت. هنا فاريدس 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 يسجل بنجاح والتسديد وينجح لعب المنتخب الهولندي. أخيرا تيموتي الموتي، يا سلام يا سلام يا سلام. الترشيحية الرابعة لهولندا لدينا هنا في جوس في جوس ينجح. أنسو 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 لو تاروا الله حسمت انتهت خلاص.